اللي لازم يتسمع اول ما ينزل طبعا عمرو دياب، ومش يتسمع مره، عمرو دياب بيتسمع 3 شهور وبعد كده ممكن اسمع حاجه ثانيه. ده اللي لازم. وبعدين لغايه النهارده يعني انا ما بجيبش سي ديز لحد اطلاقا، بقالي كتير. لحد النهارده السي دي الوحيد اللي لازم اشتريه سي دي عمرو. دي كانت جايه لي كادو من حد. لا مش موضوع، كنت بحب موضوع الازرق ده، بس دلوقتي مبقاش فارق معايا، بالرغم ان يقال انها بتاخد العين، بتاخد تركيز العين، عشان كده بقول لك يعني ما بتحفظش، هو ربك اللي بيحفظ مش حته خارطه اللي هتحفظني يعني. بس علشان بتلفت الانتباه، فالعين ما بتبصش عليك، بتبص على الخرزه يعني. ورا مين؟ فبما ان ده الكونسبت، ان العين كده كده بتبص على حاجه لابسه انتباه، طب ما انت ممكن تجيب حاجه شكلها غريب جدا هتلفت الانتباه برضه. لازم تلاقي بارفان، لازم تلاقي هولز مثلا او ستريبسز للزور، لازم تلاقي لبان، لازم شويه بقى نكناكس كده، شيبسي مش عارفه ايه بتاع، لو زهقت اصل حضرتك في بلد نص عمرك ضايع على الطريق، فلازم تجيب عربيه اوبشناتها فظيعه، انت نص عمرك قاعد هنا، وتجيب بقى تحس ان انت معاك كافيتيريا بقى في البتاع. لازم مج كوفي يبقى موجود، الشارجات، وبعدين بص حتى الشارجر بتاعي في جميع انواع التليفونات اللي في العالم، بص عشان ما تزنقش في اي حاجه. مزجتي، حاجتي، ميتي، انا بشرب ميه كتير جدا، والناس بتشرب ميه هيستيريكلي يعني. دول الحاجات الاساسيه. Done!